ياسين فيكي على المايك سينكيتي من دبل دي 2019 احنا دوم نبقى واقفين بالصدارة ما قلنا اي منافس احنا هكر السينتي ماكو من يتجرأ انه يوقف ضدنا بالماجيك نجنن عقله او بالاحرى راح ننهي كم خصم تجرأ ضدنا لكن داي منو قدنا ويقاومنا وقت الفاي احنا باقين الملوك احنا باقين اساطير والخصم ضدنا ميجاري لنا بلمحة راح ننهي يلا شوفونا المهارة ضد السنك من يتحدى هكر هسه كل اللعبة هكر ما تشوفوا بعد لو تلقى سيارة طير او بحد ذاتها تتفجر معناها داخل اللعبة مع محمد يرد فنجر من جابت خلصهم شوفتهم مالك الموت وي الهكر اللي عندها اكبر محترف يموت بوت انت ضدهم صدق يا اخي انت بوت ليه تقاوم وانت بلاك وزلزل حقره ولا كتابوت ماجيكو من نمبر وان بلا منازع ما يتقايش تلوياهم لساطير محمود فهد وبنطارش ماخذين صدارات اللعبة باقين تارة ورا تارة عاشت يدكم يا ميلوك مادو ام كي جيز وسارة اذنا وحدة ومتكتفين ماكو اي مكان للحاقد والطيور عشكلها تقع عبد مقصد زيرو التايب اما اللي خرج من عندهم تالي تا يرجع يتوسط طبعا يرجع للملوك لان السنكي هم الاصل وشري مكان بكل زمن باقين بدخل البرج ملوك لا تفكر تسبح فيهم لان ماجيكهم يفلوك Welcome to the hell مع اقوى هكر باللعبة قلتها وارجع اعيد هكر ما تشوفوا بعده احنا دوم نبقى واقفين بالصدارة ما قلنا اي منافس احنا هكر السنكي ماكو من يتجرأ انه يوقف ضدنا بالماجيك نجنن عقله او بالاحرى راح ننهي كم خصم تجرأ ضدنا لكن داي منو قدنا ويقاومنا وقت الفاي احنا باقين الملوك احنا باقين اساطير والخصم ضدنا ميجاري لنا بلمحة راح ننهي